嗯。<Thank you. S 2> أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين وعلى جميع الأنبياء والمرسلين هناك حديث للإمام علي عليه السلام في نهج البلاغة هو وصية لابن عباس عندما ارسله ليكون واليا على البصره. وهذا الحديث يتوجه الى ابن عباس بثلاث وصايا او ثلاث نصائح، ويمكن لنا ايضا هناك تحذير في الحديث وهناك قاعده يعطيها له في هذا المجال. طبعا الحديث هو موجه لابن عباس كوال على البصره ولكن سنرى بان الفكره العامه المرتبطه بهذا الحديث ليست فقط للحاكم السياسي وانما يمكن لنا ان نرى بان هذه الوصايا تنفع كل من كان في موقع يمتلك من خلاله سلطه على الناس على مجموعه من الناس سواء كنا نتحدث هنا عن موقع سياسي او كنا نتحدث عن موقع اداري او كنا نتحدث عن موقع اجتماعي وجاهه اجتماعيه كل من يمارس لون من الوان القياده للناس توجيه للناس الحكم على الناس واداره شؤون الناس هذا مشمول ايضا بالحديث بشكل وباخر الحديث يوجه ابتداء لابن عباس ثلاث وصايا يقول له الامام عليه السلام سعى الناس بوجهك ومجلسك وحكمك إذا هناك أمر بثلاثة أمور. هناك وصية بثلاثة أشياء: أن يسع الحاكم الجديد الناس بوجهه ويمكن أن نطلق على ذلك بالتواصل الإيجابي مع الناس. أن يسع الناس بمجلسه يمكن أن نعبر عن ذلك بسياسة الباب المفتوح والتواصل المباشر مع الجماهير. أو مع القاعدة وأن يسع الناس بحكمه بمعنى أن يسعهم من خلال العدل الذي يطبقه عليهم كيف يمكن لنا أن نفهم هذه الوصايا؟ لماذا يوصي الإمام ابن عباس بهذه السعات الثلاث إذا صح التعبير؟ في الواقع نحن نعرف بأن صاحب أي موقع سلطة خصوصا الحاكم السياسي أو من هم في مواقع التأثير على الناس في المواقع الإدارية هؤلاء لهم هيبة عند الناس الناس عادة تحذر من صاحب الموقع تخاف تقلق السياسي هو يدير شؤون الرعية والناس وبالتالي مصائر الناس بيده بقراراته بأحكامه أيضا الإداري الذي هو في موقع عمل مؤسسة معينة عمل تجاري بحت يجد الموظف العادي بان هذا الاداري يتحكم بمصيره بمصيره هو وبمصير من يتعلق به من اسرته وما الى ذلك. وبالتالي بمستوى من المستويات العلاقه بين القاعده وبين من هو في موقع السلطه والقياده ايا كانت هي علاقه فيها محفزات القلق على الاقل، التوجس، الخوف حتى على المصير. الهيبه بمعنى من المعاني ايضا هي جزء من علاقه الحاكم بالرعيه، علاقه ال من هو في الموقع الاداري بالمرؤوسين وما الى ذلك، من هو في الموقع الاجتماعي الم ايضا المتصدر بالناس الموجودين في ذلك الموقع. هيبه الحاكم موقع الحاكم عاده مرتبط بشعور الناس عاده بعدم الطمأنينه، بالقلق. وبالتالي كان الامام عليه السلام يريد ان يؤكد على ابن عباس عندما ارسله الى البصره ليكون حاكما ان على الحاكم ان يقوم بدور ان يطمئن الناس وهذا لابد له من خلق لابد له من ممارسه لابد له من اجراء ولا يحصل فقط بالكلام كثير من الناس السياسيين وغيرهم يخطبون خطابات رنانه في مساله سعه قلوبهم وانهم يحبون كل الناس وانهم يستمعون الى اصوات الجماهير وانهم تخفق قلوبهم بمشاعر وانات المستضعفين نجد ذلك في الخطابات لكن عندما ياتي الامر الى الممارسه العمليه من من هؤلاء القيادات من فعلا يمارس هذا اللون من الخلق الذي يوجد نوعا من الطمأنينه وينزع القلق والخوف والتوجس من قلوب الناس. الامام يريد ان يؤكد على مبدا اساسي وهي ان على الحاكم ان يقوم هو بالاجراءات. الموضوع لا يلقى على الناس لان الناس بطبيعتها هي محصور اهتمامها بمستوى من مستويات شؤونها وحاجاتها الذي هو خائف على معيشته من المدير العام للمؤسسه او من القائد او من الوزير او ما الى ذلك هذا بطبيعة الحال هو همه ذلك لا يطلب منه ان يوسع افاقه وهذا يحتاج الى وقت يعني يحتاج الى كسر حتى كثير من القيود عادة القاعدة إذا ما اريد لها ان تكسر هيبة الحاكم تكسرها بطريقة حتى عشوائية وبالتالي قد يختل النظام ايضا نريد ان نحافظ على النظام من جهة وبنفس الوقت نريد ان يطمئن الناس الى الحاكم من جهة أن يبقى لدى الناس شعور بهيبة الحاكم من جهة لكن أن يطمئنوا من جهة أخرى الإمام يحدث ثلاثة أمور يقول سع الناس بوجهك بمعنى أن يكون لديك سعة الوجه كناية عن البشر كناية عن التقاسيم تقاسيم الوجه التي تنبئ عما في القلب حقيقة إنسان عادة لا يستطيع أن ينبسط وجهه للناس إذا كان قلبه منقبضا عنهم اذا كان الانسان يكره الناس يبغض الناس يتثاقل من الناس يبدو ذلك على تقاسيم وجهه طريقه نظرته يقرا الناس في عيونه ولا تعرفنهم في لحن القول احيانا بعض الايات القرانيه تشير الى بعض الناس ولذلك الامر الاساسي الصفحه الاولى التي يحتك فيها الناس مع الحاكم هي وجهه وبالتالي يقول الامام لابن عباس سع الناس بوجهك ليكن لديك هذا اللون من التواصل الايجابي، ليشعر الناس بالامن من تقاسيم وجهك، من بسم من بسمتك على شفتيك، ولذلك عندنا في اكثر من حديث يتحدث عن حسن البشر بين المؤمنين، وهذا خلق لابد الانسان ان يتدرب عليه. في قصه في هذا المجال تروى عن النبي صلى الله عليه واله، يقال بان رجلا جاء الى النبي فاتى رسول الله وقام بين يديه. فاخذه من الرعده ارتجف هذا وهو معتاد على انه لديه صوره عن الحاكم لديه صوره عن القائد لديه صوره عن الخليفه وبذلك ارتعد هو خاف النبي طمانه وهنا شاهد اساسي الحاكم هو الذي يقوم بازاله الفاصله النفسيه بينه وبين الجماهير لذلك النبي اقبل عليه فقال رسول الله هون عليك فاني لست بملك انت في صوره بذهنك عمن هو في موقع القياده انا لست بملك انما انا ابن امراه من قريش كانت تاكل القديد القديد هو اللحم المجفف كنايه عن بساطه العيش يعني ليست من هؤلاء اللاتي يفرش لهن الولائم الامام علي عليه السلام ايضا هو يعرف انهم ينظرون الى الحاكم نظره فيها الكثير من توجس وخوف البطش ربما وبالتالي الإنسان لا بيعود ينتقد لا بيعود يسأل لا بيعود يوجه لا بيعود أيضا يعبر عن رأيه أمام الحاكم إمام علي ماذا يقول هو يقوم بإزالة هذا الحاجز بينه وبين الرعية فيقول فلا تكلموني بما تكلم به الجبابرة ولا 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 تخالطوني ولا تتحفظوا مني بما يتحفظ به عند أهل البادرة ولا تخاطر تخالطوني بالمصانعة ولا تظنوا بي استثقالا لحق قيل لي أو لعدل يعرض علي فإن من استثقل الحق أن يقال له والعدل أن يعرض عليه كان العمل به ما عليه أثقل ولذلك هذا لون من الإجراءات الأساسية التي لابد للحاكم أو هو من هو في الموقع لا أن يقوم بها في رواية عن النبي صلى الله عليه وآله إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم أديش بدك تعطي الناس ايش بدك تعطي علاوات للموظفين لن تسع الناس إلا بقلبك إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم فسعوهم أو فلقوهم بطلاقة الوجه وحسن البشر إذا هذا الأمر الأول الأمر الثاني أو الوصية الثانية هي سياسة الباب المفتوح سع الناس بمجلسك أيضا بمعنى أن لا يكون هناك حاجز بين القائد وبين الجماهير بين السياسي بين من هو في الموقع الاعلى ومن هم في الموقع الادنى هؤلاء متاثرون بطبيعتهم بحكمه اصلا حكم الحاكم وقياده القائد واداره المدير يظهر اثرها اين على الناس الذين يعملون معه على الرعيه على الجماهير سياسه الباب المفتوح لابد ان تكون اساسا من اسس الحكم من اسس القياده والاداره لماذا لسببين السبب الاول أن الحاكم يكون له منفذ مباشر على الجماهير، لا يكتفي فقط بالتقارير التي تصله، ونحن نعرف عادة أنه عندما تتعقد شؤون السلطة، الناس الذين يعملون مع القائد الأساس الأعلى مثلا، هو قد يكون بكثير من الأحيان هؤلاء الناس من أهواء شتى، لديهم تصورات، لديهم مخاوف، لديهم تجارب حتى. تجربة من هو في الموقع الاعلى تكون اوسع عادة، افق الذي ينظر به الى القضايا اوسع، ما يحذرونه هم ويعتبرونه ربما خطرا على الاداره او المؤسسه او الحكم او ما الى ذلك هو يراه امر عادي يمكن ان يتحمل نتيجه التجربه الاوسع والاعمق التي لديه، ولذلك احيانا يحل من هو في الموقع الاعلى بعض المشكلات بما لا يحلها من هم في الاطر الوسطى من العمل نفسه. مع ان هؤلاء قد يكونون بنفس المستوى من الاخلاص للعمل والرساليه وما الى ذلك، لكن احيانا يرى القائد الاعلى ما لا يراه من هم ادنى منه بطبيعه الحال. الاتصال المباشر بالجماهير يسمح بايجاد منفذ على هؤلاء، وهذا الامر له الوان شتى، اشكال شتى، يمكن احيانا الانسان طبعا يفتح الباب ولو يوم بالاسبوع احيانا من دون مواعيد يلتقي الناس. هذا قد ينفع وقد يكون أمامه عقبات خصوصا في بالأجواء الأمنية أمامه عقبات لكن التواصل المباشر مع الجماهير عبر ربما الاستماع إلى وسائل الإعلام طبعا ضمان حرية أن تعبر الناس عن آرائه سياسة الباب المفتوح تجاه الرسائل التي تصل إليه الشكاوى التي ربما ترفع إليه وهو لديه مفتاح وبما لا يملك ربما الجسم الإداري مفاتيحه بهذا المجال فيكون له اتصال مباشر مع الجماهير ينقل عن الإمام الخميني رضوان الله عليه أنه كان كثير الاستماع إلى نشرات الأخبار من إذاعات شتى لماذا؟ لكي يعرف ما يجري حتى من دون التقارير وهي تصله تقارير بطبيعة الحال لكن يكون لديه أكثر من منفذ على الـ على الـ 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 الواقع ولذلك أكثر القيادات نجاحاً سماحة السيد فضل الله كان كذلك وأذكر كنا في بعض الاحيان نتضايق على الغداء وعلى الفطور وعلى العشاء، استماع الى نشرات الاخبار من هذه الاذاعه وتلك الاذاعه، بحيث يرصد المعلومه واحد الواحده من زوايا شتى. لماذا؟ لكي يكون لديه دقه اكثر في مقاربه الواقع. هذا بطبيعه الحال هو نوع من الاتصال المباشر بالجماهير. الامر الثاني الاساسي هو ان الانسان عندما يكون في موقع القياده والاداره. عاده تتعقد الامور بالنسبه اليه فينعزل تلقائيا عن العيش وسط الناس نتيجه ان الوقت والمشاغل وما الى ذلك هذا اللون من الابتعاد عن فطره الناس عن البساطه والعفويه الموجوده لدى عموم الناس هذا يؤدي احيانا الى قسوه القلب وقسوه قلب الحاكم والاداري والقائد وما الى ذلك هي اصعب على الرعيه من اي شيء اخر ولذلك اريد للانسان الذي هو في الموقع الذي يمتلك فيه سلطه ان يبقى مع الناس واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداه والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينه الحياه الدنيا ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان امره فرطا. اذا سعي الناس بمجلسك هو يعود ايضا بالنفع على الحاكم بطريقه او باخرى. حتى بدايه سوره عبس وتولى بغض النظر عن الجدل فيما نزلت فيه الايه الفكره الاساسيه لبدايات الايات الاولى من سوره عبس وتولى هي ان تقول للقائد وللموقع لمن هو في الموقع القيادي انه ليس عليك ان تنشغل عن الجماهير بالنخبه كما ليس لك ان تنعزل عن النخبه بحجه البقاء مع الجماهير لكن اهتمام بالمؤمنين بالقضيه بالمؤمنين بالرساله هذا امر اساسي في حركه الحاكم بشكل وباخر وسعي الناس أيضا الثالثة الوصية الثالثة سع الناس بحكمك سعة الحكم كناية عن العدل لأن الظلم ضيق بطبيعته الظلم ضيق على الناس أما العدل فيأخذ فيه الناس حقوقهم ولذلك كلما ضاق الحكم عن أن يكون عادلا كلما ضاق شعور الناس بالحكم نفسه بطبيعة الحال بمعنى ان الانسان عندما لا ياخذ حقه من خصمه اذا لجا الى هذا الحاكم او الى هذا القاضي او الى هذا المدير او ما الى ذلك فان هذا يضيق عليه العمل يضيق عليه لذلك كثير من الناس الذين لا ياخذون حقوقهم اما يخرجون واما يتقوقعون واما يؤثر ذلك حتى على شخصيتهم في بطبيعه الحال الظلم بطبيعه الحال هو ضيق لا يسمح لان يسع الناس اما العدل فهو واسع في المقام طبعا في كلمه عن الامام علي عليه السلام يشير الى هذا المعنى يقول فان في العدل سعه لما استلم الحكم قال له انا ساعدل كل شيء كان في المرحله السابقه للناس فيه حقوق سارجعه الى الناس كل واحد عنده مطالبه فليطالبني فان تعليله فان في العدل سعه ومن ضاق عنه الحق فالجور عليه اضيق فإذا هو يريد أن يوسع للناس في حكمه بمعنى أن يعدل معهم بحيث يجد الناس أنهم قادرون على أن يجدوا حقوقهم في هذا الموقع ومن خلال هذا الموقع بما لا يجدونه ربما في غيره. الحاكم الجائر بطبيعة الحال ربما ينغلق بسبب حكمه ينغلق حتى عن الناس حتى عن الأقرب المقربين إليه ب عادة الحكم أو الإدارة الفاسدة تصبح محلاً لماذا؟ تصبح محل الفاسدين، تصبح محل أصحاب المصالح، لذوي النفوس الرخيصة الذين يشترون تشترى ذممهم من هنا وهناك. ليش؟ لأنه ما عنا عدل بعد، ما عنا ما عنا قاعدة يمكن أن يستند إليها الناس في تعاملهم وفي حكمهم وفي أخذهم بحقوقهم وصلاحياتهم وما إلى ذلك. وبالتالي بيئة الظلم بطبيعتها تضيق الحكم على الحاكمين وتضيقه ايضا على المحكومين في هذا المقام. اذا الامام عليه السلام يوصي ابن عباس بثلاثة وصايا اساسيه، سع الناس بوجهك ومجلسك وحكمك ثم يوجه ونمر عليها سريعا يوجه توجيهين اساسيين، يقول له يحذره من الغضب واياك والغضب فانه طيره من الشيطان واعلم ان ما قربك من الله يباعدك من النار وما باعدك من الله يقربك من النار الغضب هو مخل باي عمل اداري لان الغضب عاده طيره من الشيطان في بعض الروايات جمره من الشيطان في بعض الروايات انه فيه طرف من الجنون في روايه عن الامام علي عليه السلام يقول الحده ضرب من الجنون لأن صاحبها يندم يعني بفكر بالنهاية بالمدى القصير بالانفعال فيندم على ما يفعل حال الغضب فإن لم يندم فمجنون فجنونه مستحكم طيب إذا الحاكم قسى قلبه وكان يتصرف على هواه يغضب يقتل النفس المحترمة يعتدي على العرض الحرام يسرق المال ينهب المال الحرام إذن هذا ويقسو قلبه هذا جنونه مستحكم طبعا الفرق بين الحكمة وبين الغضب أن الغضب عادة هو مرتبط بالانفعال ولذلك هو قصير الأمد بعد ذلك لما يسكن الغضب يبلش الإنسان يفكر أما العقل والحكمة فمجاله واسع طويل الأمد ولذلك يرصد الأمور ونتائجها طيب إذا كان الإنسان يغضب فإذا سيشل العقل بنسبة ما ولن يستطيع أن يفكر الحاكم لا يصلح له أن يغضب ولذلك عندما يفقد الحكم حضوره لا قوانين بعد، لا قيم، لا اخلاقيات الانفعال هو سيد الموقف ولما بيكون عندنا انفعال هذا يكون بابا ايضا للاخرين الذين يحاولون ان يدفعوا الحاكم او القائده او ربما الاداريه او ما الى ذلك للانفعال فيتحدث بما يصبح قيدا له بعد ذلك او يقف موقفا يقيده وبصير الانسان امام خيارين، اما يهدم هيبه الحكم فيتراجع واما لا يصر على واذا قيل له اتق الله اخذته العزه بالاثم، يصر عندئذ على الموقف الخاطئ وهو يدرك انه خطا، لذلك اله الحكم سعه الصدر، اله الرئاسه الحلم وسعه الصدر، وبالتالي هذا واحد من الامور الاساسيه التي يوجه اليها الامام عليه السلام. الامر الاخير القرب من الله والبعد عن النار والبعد عن الله والقرب من النار. طبعا كثير من المواقع السياسيه والتفكير السياسي اصلا موضوع الاخلاق، موضوع القيم، موضوع القواعد الشرعيه حتى القانون الوضعي هؤلاء يصبح امر ربما يستهان به عند كثيرين من هؤلاء. الامام يريد ان يضع قاعده، وهي القاعده مش والله موضوع بالاعتبار يعني حتى لا يتخيل الانسان تخيلات او يتوهم اوهاما انه والله الانسان يمكن يصلي يمكن يصوم ويجي على المسجد ايام الاعياد السياسيون يفعلون ذلك اداريون ايضا يفعلون ذلك بيجي بالمناسبات كجزء من الاطلاله على الحيز العام يعني هو جزء من اداره العلاقات العامه يصبح حتى العباده في المسجد هي جزء من العلاقات العامه احيانا ويتوهم الانسان ولو بشكل لاواعي بأنه إذا فعل الإنسان ذلك فقد قام بواجباته ويصلي ويصوم لكن بالحكم يذهب بمذاهب أخرى يعتبر ما له علاقة له هذا الجانب وبالتالي ممكن الله يرتب له الموضوع يوم القيامة لأن هذا حساب وهذا حساب الإمام يريد أن يؤكد على مبدأ وهي أن الإنسان لا ينبغي أن يفكك بين الجزاء الأخروي وبين ما يقوم به في حركة حكمه في حركة قيادته في حركة إدارته فانما يقربه من الله يباعده من النار. بدك تقرب من بدك تبعد عن النار اذا لابد ان تقترب من الله عز وجل، واذا انت شايف حالك بانك لا تستطيع او لا تقترب من الله في حكم او في ربما قول او في موقف ما فحكما انت انت تقترب من النار. اذا اردت ان تبتعد عن النار فلا بد ان تقترب من الله، فاذا هناك علاقه متناسبة عكسية في هذا المجال وبالتالي هذه العلاقة علاقة حقيقية وليست علاقة اعتبارية كما نقول بحيث انه والله بعدين ممكن يزبط مع الانسان بينصرف له شيك يوم القيامة لا الانسان بطبيعته عندما يتحرك ويجد انه بعيد عن الله في حركة حكمه او قيادته او ادارته او, تس او ممارسة سلطته مع الناس اذا هو حكماً اذا كان بعيدا عن الله فهو حكماً قريب من النار واذا كان قريبا من الله فهو حكما بعيدا بعيد عن النار بواقع الامور وهذا يمكن ان نفهمه في الدنيا ويمكن ان نفهمه على مستوى الاخره نفهمه على مستوى الاخره وعلى مستوى الدنيا لماذا لان ما يباعدنا من النار بطبيعه الحال هو ناشئ من وجود مفاسد له او مصالح له ما يقربنا من النار فيه المفسده في الدنيا لان الله لم يحرم شيئا الا وفيه مفسده ولم يوجب او يبح شيئا الا وفيه مصلحه للانسان بشكل وبآخر، ولذلك اثر ذلك في الدنيا قبل الاخره، بعض الايات تتحدث عن النار لا تركنوا الى الذين ظلموا فتمسكم النار، ليس فقط في الاخره وانما في الدنيا، هذه وصايا من الامام علي عليه السلام لابن عباس وهي تصلح لنا جميعا اذا كنا نمارس ولو اداره على اسره من اسرنا بحيث نقود نحن ابناءنا ومن في داخل هذه الاسره كل من نؤثر عليه كل من يكون في موقع مؤثر ينبغي ان يستوصي بوصيه امير المؤمنين عليه السلام سعي الناس بوجهك ومجلسك وحكمك والحمد لله رب العالمين